各位记者朋友大家好 الأصدقاء من الإعلام أهلا وسهلا بكم لدبلوماسية الصينية تقليد ألا وهو زيارة وزير الخارجية الصيني إلى إفريقيا في زيارتها الأولى في مطلع السنة فإن هذا التقليد قد استمر 34 سنة هذا يعكس الصداقة العميقة بين الصين وإفريقيا ويجسد للعالم وقوف الصين إلى الأبد مع العالم النامي يسعدنا كثيرا أن أختار مصر كالمحطة الأولى إلى إفريقيا المثل المصري يقول يلي شرب من نهر النيل حيرجع تاني بمطلع السنة الجديدة اجتمعنا مرة أخرى بجانب نهر النيل على مدى السنوات الأخيرة وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق الشعب المصري إنجازات عظيمة في بناء الوطن قبل أيام فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى بأغلبية الأصوات وتتقدم بالتحنئة الخالصة لذلك ونثق بأن السيد الرئيس سيواصل قيادة الشعب المصري لإحراز مزيد من الإنجازات في تحقيق نهضة الأمة تصادف السنة الجارية الذكرى العاشرة لإقامة شراكة استراتيجية شاملة بين الصين ومصر فعلى مدى عقد بقيادة من الرئيسين شي جين بينغ والسيسي فتحت البلدين عهدا ذهبيا للتطور الطفري للعلاقات الثنائية في وجه المستقبل وتحت قيادة من الرئيسين تحدنا الثقة تم بأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين مقبلة على عهد أكثر إشراقا قبل قليل أجريت مباحثات مثمرة مع معالي الوزير وتواصلنا إلى توافق واسع النطاق نرى بالإجماع على ضرورة تعميق الثقة المتبادلة على الصعيد الاستراتيجي باستمرار للدفاع عن المصالح الحيوية للطرف الآخر نشكر دعم المصري للمصالح الجوهرية الصينية وخاصة مسألة تايوان وسيواصل الجانب الصيني دعم مصر في الحفاظ على سيادة الوطن وأمنها واستكشاف طريق تنمية المتناسب مع الظروف الوطنية نرى بالإجماع على ضرورة دفع ببناء الحزام وطريق بجودة عالية لتحقيق المفاعل المتبادلة أعلى المستوى اليوم وقعت قبل قليل البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة لخمس سنوات القادمة نحرص على حسن تنفيذ ما ورد في البرنامج وتعميق التعاون العملي في كافة المجالات ومواصلة دعم مصر في بناء الاقتصادي والاجتماعي والاستيراد مزيد من المنتجات المميزة من مصر وتشجيع مزيد من الشركات الصينية للاستثمار ومزاولة الأعمال في مصر نرى بالإجماع على أن الصين ومصر كلهما من الحضارات العريقة فمن المهم تعزيز الحوار الحضاري لتحقيق تفاهم الشعب على مستوى أعلى نحرص على تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالات الشباب والثقافة والمؤسسات الفكرية والتعليم المهني وتشجيع مزيد من السواح الصينيين لزيارة مصر للمس الكاريزما للحضارة المصرية العريقة نتفق على إجراء مزيد من التواصل والتنسيق حول القضايا الدولية والإقليمية مصر دولة كبيرة في العالم العربي والإفريقي والإسلامي والنامي في السنة الجارية ستعقد في الصين الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي واجتماع بدورها الجديدة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي نتطلع إلى العمل سويا مع الجانب المصري لارتقاء بتعاون جماعي الصيني العربي والصيني الإفريقي إلى مستويات جميلة جديدة لنصب نموذج جديد لتعاون جنوب الجنوب نتقدم بالتحنئة لمصر لانضمام إلى مجموعة البريكس نحرص على تعزيز تعاون مجموعة البريكس مع مصر لدفع حوكمة العالمية نحو تعددية القطبية على قدم المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالمنفعة للجميع والشمول
الآن هناك اهتمام بالغ من المجتمع الدولي للصراع في قطاع غزة. تواصلت بشكل معمق مع السيد الوزير وتواصلنا إلى توافق عالية درجة، وسننشر بيان مشترك بين الصين ومصر بشأن القضية الفلسطينية، تأكيدا على وقف إطلاق النار فوري وبشكل شامل والإفراج عن المحتجزين والرهائن من الجانبين، وتنفيذ قرارات المعنية للأمم المتحدة وإنشاء آليات مساعدات الإنسانية ذات الكفاءة، وتسهيل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بممارسة المهامها المنوطة في كامل الأراضي الفلسطينية. كما نتابع باهتمام تطور الأوضاع في بحر الأحمر، ونؤكد على قلقنا إزاء توسع رقعة الصراع في المنطقة. يجب علينا تهدئة الصراع والاضطرابات في المنطقة وإعطاء الأولوية لضمان سلامة الملاحة في بحر الأحمر. المهم بدأ بتنفيذ حل دولتين لفتح آفاق السياسي للسلام بين فلسطين وإسرائيل وتعايش سلمي بين الشعبين الفلسطيني وإسرائيلي. الصين ومصر سيتواصلان تعزيز تنسيق وتعاون لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية. شكرا للجميع.